قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الصحافة وجهت للرئيس جو بايدن خلال أول مؤتمر صحفي له منذ توليه منصبه أسئلة سهلة واصفاً الأمر بأنه سخيف. وانتقد ترامب الطريقة التي تعاملت بها الصحافة مع بايدن خلال المؤتمر الصحفي، وقال إن الأسئلة التي وجهت للرئيس الأمريكي كانت غريبة فقد تم طرحها بطريقة ممتعة للغاية. أضاف أن الأمر بدا وكأنه مجرد عالم مختلف لم يرى أحد شيئا مثله. وصف مسؤول رفيع في بيونغيانغ تنديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخين في إطار تجاربها العسكرية بأنه تعد واستفزاز، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية. وقال ري بيونغ شول الذي أشرف على عملية إطلاق الصاروخين في بيان نقلته الوكالة إن تعليقات كهذه من قبل الرئيس الأمريكي تعتبر تعديا واضحا على حق دولتنا في الدفاع عن النفس واستفزاز لها.